السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نحن جينا إلى جبل التنين أو دراخنبرغ مرة ثانية علشان ندخل القصر. أنا اليوم رجعت مرة ثانية إلى جبل التنين عشان أصور لكم اللي ما لحقت أصوره المرة اللي فاتت، لأنه بصراحة مكان ممتع جداً، زيارة واحدة ما تكفي، أو إن الواحد يروح من الصباح بدري ويقضي النهار كله هناك فأفضل، يعني لأنه بصراحة ساعتين ثلاث هذه ما تكفيش. تجون الصباح بدري، تأخذون القطار وتطلعون وتقضون اليوم كامل هناك، لأنه في أشياء كثيرة فيه أنا ما قدرت أوري لكم إياها في الفيديو الماضي، عشان كذا اليوم أنا جيت مرة ثانية أوري لكم اللي ما قدرت أوري لكم إياه في المرة اللي طافت. هذه باحة القصر، بدأنا الدخول. هذه غرفة الطعام اللي في القصر، شبايز يتسمى. شوفوا كيف السقف منحوت من الخشب،
الخشب القوي انحوت منه، كلها أشكال حلوة. حتى الجدران منحوتة من الخشب. هذه بوابة الدخول لمكان تاني. واللوحات كمان. كل جهة فيها نحت غير، يعني في كل غرفة أشكال. وهذه اللوحات مرسومة على الجدران. جدران القصر، هي دي الأماكن هي جنب القصر. الشبابيك برضو كمان فيها رسمات قديمة. هذه الشبح، هذه الزجاج مرسوم على الزجاج. تلاحظون هنا كلها رسمات تنين. شوف صراحة قصر روعة. هذا السقف حق جهة ثانية من القصر. هنا الشبابيك. هذه الغرفة طبعا ممنوع الدخول فيها، او يمكن من جهة تانية بندخلها، غرفة البلياردو.
أنا الآن طالعة إلى الدور الثاني. طبعاً هذه الدرج، درج الطلوع. نشوف الدور الثاني إيش فيه. هذا السلم وهذه اللوحات مرسومة على جدران السلم. شوفوا لاحظوا كيف كل حجرة يختلف السقف عنه في النقش. هذه غرفة البليارد. هذه المكتبة فيها العديد من الكتب هنا موجودة. بصراحة تحفة، القصر كله تحفة. Sí, por eso va a haber un DeLorean.